نتكلمها ما يدخلش نتكلمها راه ما عندناش الماء. احنا مشينا قبيله عند الرئيس دابا 3 ايام حنا بلا ما مشينا عند الرئيس باش نشكي قال لنا حتى تعيطوا ليا شنو تعيطوا ليا غير نجيبوا الماء راه ما عندناش الماء حنا ساكنين بانيين اودي هادشي راه حشومه قلبوا لنا على حل فين ما كنمشيو كيعيط المراه المراه كدير لنا كدير لنا المرض مرة كتلقوا لينا مرة كتقطعوه كنعطيوها 100 درهم في الشهر هادشي ماشي معقول بغينا الماء الواد الواد الحلو راه دايز حدا الباب وديروا معنا شي حل وخلصين القانون ديالنا شنو غنديروا مازال واش الناس حنا راه بشر ماشي حيوانات يتعاملوا معنا مزيان الناس راه جاو من ورانا ودوزوا لهم تجهيز ودوزوا لهم حنا خرجنا من البلان علاش الناس مورا البقاعين ساكن بغاو يسكنوا بغاو يبنيو بغاو القانون ما بغاوش الفوضى بقينا غير الفوضى هنايا ديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين بغينا نرغبوكم على حقوقنا حشومه هذا عار بغينا الماء بغينا الضوء بغينا الواد الحار بغينا كل شيء علاش علاش عزلوا هاد البلاصه بوحدها دوزو الشانطي دوزو قال لك غيدوزو الشانطي بلا واد الحار كيفاش كاين شي شانطي بلا واد الحار كاين شي شانطي بلا واد الحار كاين ما كاينش عمري ما شفتو انا شكايات ديال الناس وقرارات ديال الوزاره ديال النيابه ديال الوكاله الحضريه ديال الجماعه ديال كل شيء ها وهاد البلان ديال هاد الناس اللي ما بغاش يخرج ما يخرجش البلان يقول لك انا عاوز ندير عشوائي ولا كنشوف باقي شنو غادي يحفر البير دابا هاد الحلو دايز حنا قال لك عصر شكون اللي عصر حنا اللي غيقول لنا هو ديال الاهانه والمعيور قال لك انا شكون يقول لك كل شيء شي مول بقى يعطيك 4 متر باش نبني باش نصايب لكم البير شكون هذا اللي غيتنازل على 4 متر ولا 2 متر ولا متر واش من عصر حنا وسط المدينه ونسقيو وعيب وعار الله حتى عيب يا هاد المسؤولين تقاو الله شويه كضربوا لجوبكم حسن جينا من البلان باش كنا ما خلصناش حنا شو ما عيب وعار والله الا عايشين في الفكره وانت اخويا عايشين حنا في الفكره انا كنكري كاري ب 20000 ريال وما عنديش ماشي في استطاعتي وهذا كريدي باش واخذ البقعه ويجي حتى الاخر يقول لك حنا ناخذ لك من 4 متر واش غتخلي لي ما داخلش على شي كلب ما داخلش على شي كلب الله تحرم على هاد المسؤولين شوفوا حتى حنايا شوفوا من جهتنا حتى حنا حنا راه غارقين على كريديات ما عندنا لا مدارس ما عندنا حتى شي حاجه ونحرموا على وليداتنا حنايا كنديروا ليهم جمعيه مخلصين الجمعيه مخلصين كل جمعيه كيكو قارص باش تخلصوا البواد الخير ودابا يعني الجمعيه مستافده الفلوس فينا هما الله وعلم الفلوس راه هذه 10 سنين ولا 8 سنين باش الناس دافعين رزقهم 70000 ريال من غير 200 درهم ديال الخيره دابا انت ممكن ردها عليكم عاد وقالوا فلوسكم وبلاصه وبلاصه لا وقال لك حنا لا حنا ما تاخذوا من الشارع ديالهم ماشي من الغلط شنو قال لك خذوا شنو اللي جينا نرجعوا لكم فلوس اصلا واقيلا شاف هذا المغرب في الغلط راه هذا هو اللي يبان لي راه كلشي غادي بالغلط نبغاونا بالفوضى كيف يجيو نديرو الفوضى نبغاو بلي نعيشوا عليكم القاتلة جيبوا الشماكة وحطوا لنا على الحق وعلى الحق بغينا نحكي علينا انا بغينا نحكي